جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ينتشر بين النساء لبس الكم القصير الذي يظهر فيه عادة المرفق وما فوقه، مع العلم أنهن يرتدينه أمام المحارم والنساء فقط، فما رأيكم في ذلك؟ هذا تدرب على الستور، والمرأة لا تلبس عند النساء ولا عند المحارم إلا ما تكشف عند النساء ولا عند المحارم إلا ما تحتاج إلى كشف مما تدعو الحاجة إليه، ككفيها وقدميها ووجهها وشعر رأسها، الأطراف التي جرت عادة النساء بكشفها وتدعو الحاجة إلى ذلك للعمل أو تناول الأشياء أو أخذ الأشياء، هذا تكشفه عند النساء وعند المحارم. أما كشف الذراعين وكشف الساقين كشف الصدر والثديين وما أشبه ذلك فهذا من بداية السفور والتساهل بالحجاب، أيضا لا داعي له، وفيه فتنة، ربما أن بعض المحارم من الرجال يفتتنون بها وهم محارم، لا تؤمن الفتنة إذا رأوا شيئا من محاسنها وجمالها أن يفتتنوا بها وهم من محارمها. نعم.